جديد الأخبار المتنوعة، أهلا بكم، وهذا أبرز عناوينها. تهم تلاحق الوزير حيار بتفصيل مباريات توظيف على المقاس. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الأخبار المغربية. اكتشفت مصادر جيدة للاطلاع أن عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عمدت إلى تفصيل مباريات شغل مناصب عليا بالإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوزارتها على المقاس، وذلك من أجل استقدام أشخاص مقربة منها أو من زوجها. أن المباراة التي أعلنت عنها الوزارة بموجب قرار وقعته عواطف حيار لشغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية تضمن شرطا تعجيزيا يتمثل في اشتراط مزاولة المترشح لاجتياز المباراة المذكورة لمهام مدير الإدارات المركزية أو ما يماثلها. وأشارت المصادر إلى أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لم تفرض هذا الشرط بمناسبة الإعلان عن تنظيم مباراة لشغل منصب مدير التعاون الوطني. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها، فإن الوزيرة الاستقلالية التي تلاحقها تهم بإغراق ديوانها بعدد من أقاربها والمنتسبين لحزب الميزان ترغب في تعيين أحد المحظوظين المقربين من زوجها الذي لا زال يتحكم في دواليب الوزارة، ذلك على غرار تعيين مدير التعاون الوطني في المجلس الحكومي المنعقد مؤخرا. وبالعودة إلى قرار وزير حيار المتعلق بتنظيم مباراة لشغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية، نجد أنها اشترطت أن يكون المترشح قد زاول على الأقل مهام مدير الإدارات المركزية أو ما يمثلها بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو القطاع الخاص داخل أو خارج الوطن. اشترطت وزيرة التضامن والأسرة التوفر على دراية جيدة باستراتيجية الوزارة تمكنه من تنزيله على الصعيد المحلي والجهوي، فضلا عن التوفر عن مؤهلات وكفاءات عالية تمكنه من القيام بالمهام المنوطة بمنصب مدير. هنا ينتهي خبرنا، شكرا على حسن اتباعكم.